ومعانا زوم بقى من السنغال، من دكار، الصحفي محمد منصور من موقع دكار نيوز، هيكلمنا عن كل حاجه. مساء الخير يا كابتن محمد. مساء النور يا استاذ نديم، حياكم الله وبياكم. اهلا بيك في الريمونتادا ودايما منورنا. الحمد لله الحمد لله، اهلا وسهلا، قول لي، مرحبا بكم من دكار العاصمه. اهلا بيك. مباراه امبارح شفتها ازاي في البدايه؟ شفت المباراه من الجمهور لا و يعني فرحنا جدا بأداء المنتخب السنغالي، وخاصة من الناحية التكتيكية ومن الناحية الهجومية، فقد لعبنا صراحة مباراة ممتعة ورائعة جدا. لكن للأسف الشديد يعني تجدد سيناريو يعني القاهرة 2019، حيث أخذنا يعني هدف مبكرا جدا، ولم يحالفنا الحظ يعني في الأخير رغم الهجومات المتكررة على مستوى خط الهجوم. لكن للأسف الشديد يعني لم نصل أو لن ننجح في تسديد يعني هدف أو في تسجيل هدف، وإن شاء الله يعني من المتوقع أن نستدرك هذه الأخطاء التي لاحظناها في المباراة في مباراة الذهاب هنا في دكار إن شاء الله. انت بتتكلم على لكن عموما بتتكلم عن كان مباراة ممتاز الجزائر، جدا. بتتكلم عن مباراة الجزائر في الفاينل. أيوة في 2019 يعني في مباراة نهائية يعني تجدد نفس السيناريو يعني في أخذ الهدف مبكرا جدا، لكن ممكن يعني نتدارك هذه الأخطاء في مباراة العودة هنا في دكار. شايف فوارق كبيرة بين مصر والسنغال، بين الفرقتين؟ على الناحية التكتيكية صراحة فنحن يعني لعبنا يعني مباراة ممتازة، وإذا يعني لاحظنا التفاعل على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، إذا لاحظنا تفاعل المصريين مع يعني الأخبار المتعلقة بهذه المباراة، فنجد أنهم يعني ليسوا على قدر من الثقة بأداء المنتخب المصري، وبالتالي فإن المنتخب السنغالي قدم مباراة رائعة جدا من الناحية التكتيكية، ولكن لوحظ يعني أخطاء فنية بسيطة فقط على مستوى اللعبة في الوسط. لكن إن شاء الله يعني هذه الأخطاء كلها تم رصدها، ومن المتوقع أن يحدث أو يعيد مدير المنتخب السيد علي سيسي، حيث يعني من المتوقع أن يحدث إصلاحات جذرية على مستوى اللعب في الوسط، لأننا يعني من الناحية الفنية وخاصة اللعب في الوسط كان هناك قصور وملحوظ، وقد لاحظ جميع المشجعين السنغاليين، وقد قدموا أيضا انتقادات كثيرة حول هذا اللعب في الوسط، ومن المتوقع أن يعني تحدث إصلاحات على مستوى هذه اللعبة في الوسط بإذن الله. متوقع الإصلاحات ممكن تبقى فين؟ أو التغييرات اللي ممكن تطرأ على تشكيل الفريق السنغالي؟ ايوه يعني انا اتحدث نيابه عن او اتحدث يعني مما لاحظته من خلال تصريحات معظم السنغاليين، حيث انهم كانوا ينتقدون المدرب الفني حول شخصيه شيخ كوياتي وادريس غانغي، كان يعني غائبان تماما في اللعبه، وبالتالي نحن عندنا في قائمه الاحتياطيين فابجي الذي يعني قدم مباراة ممتازة جدا، وحيث أنه أيضا على مستوى ناديه هناك في فرنسا هو أيضا يقدم مباراة رائعة، وبالأمس أيضا لاحظنا أداؤه الفني الرائع، ومن المتوقع أن ينوب عن شيخ كوياتي في يعني في مكانه يعني في خلال المباراة الإياب بإذن الله. طيب الملعب، ناس كتير اتكلمت عن الملعب، إن أرضية الملعب لسه مش جاهزة أحسن حاجة لاستقبال المباراة. ملعب السنغال؟ ايوه، اللي افتتح من شهر، ملعب المباراة جاهزة تماما، حيث انه ملعب جديد تم افتتاحه منذ حوالي يعني شهر، يعني بعد ان حاز السنغال بالنهائيات كأس الأمم افريقيا، وهو يعني من احدث انواع الملاعب يعني حداثة وايضا جمال وايضا فن، واعتقد ان المباراه العوده ان شاء الله ستكون يعني مباراه ممتعه، لان كما يقال يعني هذه الارضيه ممتازه جدا، وهي يعني على مستوى ارضيات الملعب في اوروبا، اذا من هذه الناحيه لا تقلق، يعني لا تقلق في هذه الناحيه، لان هي ارضيه يعني ممتازه جدا،
وايضا لاحظه جميع الذين لعبوا هناك يعني في مباراه الافتتاح، يعني مباراه افتتاح هذا الملعب، طب وكلهم يعني قدموا والجماهير عدد الجماهير هيبقى حافز للعيبة السنغال ولا هيبقى ضغط عليهم؟ الضغط. الجمهور، تواجد الجمهور في المباراة هيبقى عامل للكبير للسنغال ولا ممكن يبقى يمثل ضغط؟ لأن في ناس مشتاقة، اللي أنا أعرفه إن في ناس مشتاقة من الجمهور السنغالي بنتيجة المباراة. هل ده يبقى ممكن يمثل ضغط على فرقة السنغال؟ طبعا هذا عامل الجمهور عامل مهم جدا. لاحظنا بالامس يعني استعراض الجماهير المصريه في استاد القاهره، والشعب السنغالي شعب قادر على الحشد، وهذه المباراه يعني ان شاء الله سنقطع تذكره العبور الى مونديال الدوحه 2022، وهذا ما دعا اليه رئيس الجمهوريه، وهذا ما دعا اليه ايضا مدير المنتخب الفني السيد علي السيسي لما نزل اليوم الى مطار بلجان الدولي، حيث طلب من الذين يلبسون البدلات الرسميه والكرافات بأن يخلعوا هذه الثياب وأن يلبسوا الألوان الوطنية. وإن شاء الله يعني كما لاحظتم كل التذاكر انتهت حسب بيان صادر من اتحاد الكرة السنغالي، وهذا أيضا شيء يبشر بالخير. هذا يعني أن الشعب السنغالي يعني جعل كل آماله في هذه المباراة، وإن شاء الله كلهم جاهزون لخوض مباراة رائعة. وإحنا إن شاء الله جاهزين. واحنا ان شاء الله جاهزين نخوض مباراه رائعه، والشعب كله جاهز، وان شاء الله نصعد كاس العالم من السنغال. استاذ محمد بنشكرك وبنتمنى لك التوفيق في كاس العالم 2026 اللي جايه تبقى لمصر، وانتوا ان شاء الله 2026 مع فريق تاني غير مصر. المهم هذه المباراه بالنسبه لنا يعني كاكل فول وطعميه وشرب الشاي ان شاء الله. نحن مستعدون يعني بأن نقطعكم زي ما قطعناكم في القاهرة 2014 إن شاء الله. هذه المباراة إن شاء الله سنكسبها بإذن الله. بعد المباراة هنعمل مداخلة مع بعض تاني وهنشوف مين قطع مين. جاهز بإذن الله إن شاء الله.